ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الخبير في الشأن الإسرائيلي دكتور عمر جعارة. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات، حياكم الله. دكتور، نتنياهو يهدد باجتياح رفح، وبدأ جيش الاحتلال في عملية القصف وارتكاب المجازر اليومية في رفح، وهذا ما دفع مئات النازحين للنزوح مرة أخرى، ولكن هذه المرة إلى دير البلح وسط قطاع غزة. هل تعتقد أن نتنياهو سيحقق تهديده باقتحام رفح لإطالة أمد الحرب بقدر ما يستطيع؟ هو لو سألنا هذا السؤال ماذا أنجز بهذه الحرب الذي دخلت في شهرها الخامس، لأجاب الإسرائيلي أنه لم ينجز شيئا، بل يجيب الإسرائيلي على أن حماس تسيطر على الشمال بالكامل الآن، ولذلك سيطرتها على الشمال لن تكون أقل من سيطرتها على الجنوب، ولذلك تهديده بالذهاب إلى رفح من أجل الإبادة البشرية ومن أجل الإثبات للعالم، كل أحلى العالم، أن المشروع الصهيوني مشروع إبادة، وأن محكمة الحرب الدولية التي كادت أن تقترب من اتهام دولة إسرائيل بالإبادة الجماعية ولم تفعلها بسبب ضغوط سياسية وليس بسبب قلة الأدلة وقلة الشهود، ولكن دولة إسرائيل ونتنياهو يريد أن يرتكب أكبر مجزرة في تاريخ الإنسانية ويسجل نفسه بأنه هتلر الجديد. نعم. هذا لا أتكلم كوني فلسطيني. وبالتالي دكتور تعتقد بأنه سيقدم على اقتحام رفح؟ ألو. نعم دكتور، وبالتالي تعتقد أنه سيقدم على اقتحام رفح بالفعل؟ لا أعتقد أنه سيفعل ذلك إذا كان الموقف الأمريكي صادقا، لأن الموقف الأمريكي بالشاشة الإسرائيلية مباشرة ضد الوصول إلى رفح وضد الوصول إلى ممر فيلادلفيا، لأنه مزعج جدا للمصريين ويهدد السلام مع المصريين كما يقول جو بايدن وكما يقول كثير من الإسرائيليين. إذا نتنياهو هل يوجد له رادع؟ نتنياهو يريد تدمير دولة إسرائيل حقيقة، وهذا التدمير مهما كان خسائرنا كبيرة ففي النهاية فهو لصالحنا، ولذلك ندعو الله أن يرزق دولة إسرائيل مزيد من نتنياهو، مزيد من بكير، مزيد من سموتريتش. نعم، بالتوازي مع ذلك كما قلت أنت قبل قليل، أعلنت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية كبيرة في رفح جنوب القطاع، وللمرة الأولى يعني يقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نعم، دولية إسرائيل، ونؤكد على دولية إسرائيل لأنهم غير مؤهلين أن يكون دولة إلا على إبادة الشعب الفلسطيني، وافترضنا أن المشروع الصهيوني نجح في إبادة الشعب الفلسطيني، هل سيكون سلام لهذه الدولة مع الأردن أو مع لبنان أو مع مصر أو مع أي دولة عربية؟ ألم تتباهى إسرائيل بأنها قصفت السودان بحجة أسلحة لحماس؟ ألم تتباهى إسرائيل بأنها تريد قصف إيران بسبب ما يسمى بالقنبلة الذرية؟ إذا هذه الدولة لا تستطيع أن تعيش بسلام لأنها فكرها دموي، وهي البذور الحقيقية للدموية التي حصلت في كل مكان. لذلك ليس هذا اتهام عشوائي من دكتور عمر جعارة الذي لا يسمع إلا الأخبار الإسرائيلية وبالذات القنوات 11 و 12 و 13. دولة إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بسلام بالشرق الأوسط، وعندما عاشت بالسلام منذ إنشأ دولة إسرائيل عام 1947 لعند عام 1967 تتكلم عن حربين طاحنين، حرب 1956 وحرب 1967، ومع ذلك لا تزال إسرائيل تعاني من هذا التوسع لاحتلالها الأراضي العربية في عام 1967 واندفعت في حروب طاحنة في لبنان، ثم تدعي ليلا نهارا أنها تقصف سوريا ليلا نهارا، ولذلك تهدد بقصف إيران، وكل ذلك لأنها دولة غير قائمة على شروط الدول الطبيعية، فهي نبتة شاذة، نبتة غير طبيعية، وهي في طريقها إلى الانتحار، وهذا ما يحصل. ما الذي أنجزته إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم؟
إذا قيل أن الفلسطينيين هم الذين ابتدأوا، ونعم هم الذين ابتدأوا، فما بالكم أنتم ابتدأتم بتسع حروب على قطاع غزة، وكانت خسائر التسع حروب لا تقل عن خسائر طوفان الأقصى. إذا من أين المنطق؟ المنطق ذهبتم بعمود عنان زمن أولمرت، وذهبتم إلى البيت والحديقة والترس والسهم، وذهبتم إلى حامل الأسوار وكسر الأمواج والبيت والحديقة، وكل هذه الحروب كانت عبثا، كانت بدون خسائر في الجانب الفلسطيني، وحب خاصة بالأطفال والنساء والمؤسسات المدنية، مما جن جنون جو بايدن الذي قال لقد بلغت دويت إسرائيل في الرد على طوفان الأرض. دكتور، البعض يقول أن نتنياهو يهدد باجتياح واسع لرفح في محاولة للضغط على المقاومة في قضية صفقة التبادل، أي التأثير على المقاومة بأرواح المدنيين في رفح. ما رأيك في هذا التحليل؟ انظر، بهذا الصباح نتنياهو يوجه نقدا كبيرا لكابينة الحرب الموسع، ووجه نفس النقد في لجنة خاصة في الليكو، في مجلس الحكومة. فجن جنون نتنياهو أن لم يندفع الوزراء بمهاجمة رد حما، جن جنون نتنياهو بأن كثير من الوزراء لم تهاجم رد حما، وجن جنونه أيضا في مجلس الحرب أنه أيضا لم يهاجم من قبل مجلس الحرب الموسع. ولذلك ظهر في الإعلام الإسرائيلي العبارة التالية: هناك في إجابة حماس نقاط إيجابية ويجب الأخذ بها، هذا ما يقول الإسرائيلي. وكان حقيقة رد حماس جدا متقن، ولا يستطيع أي رجل في العالم أن يرفض ذلك. حتى أن كيربي الأكثر صهيونية في البيت الأبيض اعتبر أن رد حماس رد إيجابي 100% فيما يتعلق في تبادل في هذه الصفقة. فمثلا عندما تقول حماس الانسحاب من الأراضي التي من أراضي قطاع غزة، والكل يعلم أن أراضي قطاع غزة ليست جزء من دولة إسرائيل، وليست أراضي تابعة للجغرافية للحدود الجغرافية التي تعترف بها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. علما لو دققنا في هذه النقطة لوجدنا أن دولة إسرائيل غير قانونية بما لا يقل ما زاد عن 53% من مساحة فلسطين الانتدابية طبقا للقرار 181 الذي بموجبه تم الاعتراف بدولة إسرائيل. فإذا حتى هذا القرار لا يخدم دولة إسرائيل، لأن مساحة إسرائيل 78% من مساحة فلسطين الانتدابية وليس 53% من مساحة فلسطين الانتدابية، لذلك تسقط عن دويت عن ولذلك تثبت على دويت على إسرائيل أنها دويلة وليست دولة، لأنها توسعت في أراضي الغير اللي هي زائد عن 53% من مساحة فلسطين الانتدابية. وماذا تبقى للفلسطينيين؟ تبقى 22% من مساحة فلسطين الانتدابية، والتي تدعي إسرائيل أن هذه أراضي إسرائيلية يجب تحريرها من الاستعمار الفلسطيني، كما قال بن بكير وكما قال سموتريتش وكما قال كل اللاهوتيين والحرذليين في حكومة دويت إسرائيل. لذلك دويت إسرائيل ليست دولة، ولذلك جن جنون نتنياهو على عدم مهاجمة الرد حماس في مجلس في الكبنة الموسع وفي مجلس الحكومة. يعني في هذا الموضوع ما كنت أرغب بأن أسألك عنه دكتور، يعني عفوا على المقاطعة، يعني انفض ما يسمى دكتور، هل تسمعني؟ نعم دكتور، انفض ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر مساء أمس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الرد على مطالب حركة حماس بشأن صفقة التبادل، وسط أنباء يعني عن خلافات شديدة شهدها الاجتماع. كيف تقرأ الموقف الإسرائيلي من صفقة التبادل، وإلى أين يتجه هذا الموقف برأيك؟ أنا كنت دارجا بالسبع نقاط التي ظهرت بإجابة حماس نقطة نقطة حتى نثبت ما أيده كثير من الإسرائيليين في مجلس الحرب وفي مجلس الوزارة. ولذلك ابتدأت كلامي مع حضرتك على أن نتنياهو منزعج جدا من عدم مهاجمة رد حماس، لا في المجلس في الكابينة الموسع ولا في مجلس الوزارة الائتلافي. لذلك حتى كثير من عناصر الليكود اعتبروا هناك في إجابة حماس
مناطقات إيجابية بما فيها كيربي رجل الأمن في البيت الأبيض. ما العوامل التي أدت إلى هؤلاء؟ هكذا السؤال، ما العوامل التي أدت إلى هؤلاء إلى عدم مهاجمة غد حماس؟ أولا ماذا طلبت؟ طلبت الانسحاب من الأراضي قطاع غزة بالكامل، والكل يعلم أنها أراضي ليست جزء من دولة إسرائيل ولا يحق لإسرائيل احتلالها بأي شكل من الأشكال. ثانيا طلبت وقف القتال ولي وقف العدوان، أي بمعنى وقف إطلاق النار الدائم، وهذا دعوة للسلام وليس دعوة لاستمرار الحرب. ثلاثة التبادل، عندما تريد التبادل 1 في 100 وقد بدلت إسرائيل 1 في 10 وقد بدل نتنياهو 1 في 1000 وقد بدل إسحاق رابين 1 في 500، فعندما تقول حماس بأن 1 في 100 فهي جدا متواضعة في مطالبها بالقياس إلى الأحداث التي تمت. فعندما نقول أن نتنياهو بدل شخص في 1000 وعندما نقول إسحاق رابين بدل 1 في 500 وهذه شواهد دقيقة، وأن دولة إسرائيل قد بدلت 5000 معتقل فلسطيني في 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 الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1983، قدمت 6 جنود كانوا بأسر حركة فتح تم تبديلها مع 5000 تم أسرهم على الأراضي اللبنانية وتم الاحتفاظ بهم على الأراضي اللبنانية، أعني مخيم خيام 1 وخيام 2 وخيام 3، وتم التبادل 5000 مقابل 6. إذا ما الذي يضر أن تبدل 1500 مقابل كل شخص في 100؟ إذا لا تستطيع دولة إسرائيل أن تناقش نفسها بهذه الأحداث وبهذه الأطار، ولذلك المقاومة تريد أن تثبت لدولة إسرائيل أنها لا منطق لها بكل هجماتها تغرم من أن طوفان الأقصى يثبت عدم قتل أي أنثى وعدم اغتصاب أي أنثى وعدم قتل أي طفل بأي شكل من الأشكال من الوثائق القانونية، تماما مثل ادعاءات إسرائيل الدائمة الأنروا حماس والمساجد حماس والمدارس حماس وروضات الأطفال حماس والبيوت حماس وكل حماس بحاجة إلى إبادة، وهذا ما حصل بغد الإسرائيلي. لو جمعنا كل هذه المعطيات لوجدنا أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تصمد أمام منطق المظلوم الضعيف الذي تقتل أبنائه ونسائه على مرأى من كل ديون العالم، حتى كاد أن تكون صحوة بسيطة في ذهنية جو بايدن الذي اتهمه الإسرائيلي بأنه مخفف واتهمه الإسرائيلي بأنه رئيس الذاكرة ويجلب أدلة في الشاشة الإسرائيلية على ذلك. عندما قام جو بايدن بمدح إحدى العاملات في البيت الأبيض كانت متوفية من 5 أيام، فقالوا هذا فقد الذاكرة، وقالوا لا يوجد عنده قوة جسدية مطلقة، فهو يتعثر عن درجة طائرة ويسقط من الدراجة الهوائية، وقال سموتريش لقد بلغت الوقاحة الأمريكية أن تتدخل في شؤوننا. كل هذه المعطيات أعطت هذه اليقظة البسيطة بذهنية ساكن البيت الأبيض جو بايدن عندما قال أن إسرائيل بالغت في الرد على طوفان الأقصى. لكل هذه المعطيات وهذا الغضب لنتنياهو على وزرائه لأنهم لم ينتقدوا إجابة حماس وقالوا أن هناك عناصر إيجابية وبخاصة المؤسسات الأمنية، كل ذلك يعني أن نتنياهو مفلس 100%. ولا أصفه بهذا الصباح إلا كما وصفه الإسرائيلي بأنه الميت الحي. نعم، الخبير في الشأن الإسرائيلي دكتور عمر جعارة، شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.